من اي اعضاء الجسم يستهلك 40% من اكسجين الدم؟ شنو؟ من اي اعضاء الجسم يستهلك 40% من اكسجين الدم؟ تعرف لو لا؟ لا. حلو. تعرف لو لا؟ عيدة عيدة. ما عيدة. تعرف لو لا؟ عيدة اساسا. صار. من اي اعضاء الجسم يستهلك 40% من اكسجين الدم؟ هو ماي وينك وماي بالجسم. الرأس. يا القلب. واحدة من. أرجيلة المعسل عليك علي. كيف؟ علي. ها. لا أنا تعبت. من أي أعضاء الجسم يستهلك 40% من أكسجين الدم؟ 40% من أكسجين. ها. ما أدري. ركزوا زين. ركزوا. عيدة عيدة سؤال. نعم. لا. أنت إيش بدي غيرك يشارك؟ غيره. ها. تعرفون لو لا؟ لا. لا. صعب. لا. ها طبعا جوجل قبل. تعرفون لو لا؟ المخ؟ المخ؟ لا غير السؤال، السؤال الأخ، ركزوا وياي. ما اسم وحدة قياس شدة الصوت؟ والله ما أعرف. ها؟ ما أعرف. ما تعرف؟ مش عايز تعرف. ملاعين قياس. ملاعين؟ إيه. شو اسمها؟ إيه البلاعين. لا لا مو البلاعين. الأوتار. ايه لا افتح لا لا مو لا افتح ما لا بس الوراك حاول يقول لك انت خسرت فعادي يعني ما اسم وحده قياس شده الصوت تعرفون له غير السؤال لا غيره راح اعطيكم جمله الجمله تقول ليها سبع مرات على السريع اللي راح يقول راح يفوز ماشي قل لي لا دقيقه حجي سارجع لك راح اعطيك الجمله تقولها لو تقدر ما تقدر انا ما اقدر سالك اعطيك الجمله وياك قل لي جوجد زي جوجيزان عيده جوجي زي جوجيزان جوجيزان اقول سريع يلا قول سريع جوجي زي جوجي جان لا هي هاي لا عمل صعبه تعرف لا هذا يا شيخ مره احرف طلعت لمون